إذن نعود إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج وحش الشاشة. ضيفنا الرئيسي الأستاذ محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب في حزب التيار. كنا معاه تيلة ساعة كاملة، قال برشا تصريحات قوية وخطيرة. أيضا ينضمون السيد نضال باتيني، مستشار في حركة النهضة. مرحبا بك سي نضال. أنت مستشار في حركة النهضة، وكنت مستشار عدة وزراء كما وزير النقل وغيره. أيضا معنا السيد أسامة محمد، ناشط سياسي ومستشار سابق في وزارة الصحة. مرحبا بك سي. شكرا سمير، ومرحبا بالسادة وسيدات المشاهدين. أنت كنت في حزب معين قبل؟ كنت في الحركة الدستورية إلى حدود 2014. كنت في الحركة الدستورية. الدكتور المرحوم حمد القروي. الله يرحمه. واعتزلت الانخراط في الأحزاب السياسية منذ ذلك التاريخ. واللي تمارس السياسة من الكواليس. نمارس الشأن العام، خدمة الشأن العام من أي موقع الإنسان يكون فيه ما يوخرش. هذا الغلاف المزياء. وأنا كنت تمارس السياسة في الكواليس. توصيفك أنت توصفه كما تحب زي سمير. مرحبا بك. سي نضال باتيني، مهمتك صعبة وشاقة قدام في مواجهة اللي قالوا سي محمد عمار من تهم خطيرة جدا توجه لحركة النهضة. صورها، قال عليها مش حتى صورها، أنها مافيا وأنها عصابة ماهيش حزب. وسمعت اللي قالوا كل على الفلوس وعلى الدنيا وعلى كل شيء. ما نعرفش شنو ملاحظاتك في هذا الإطار لسي محمد عمار. شكرا سي سمير. مرحبا بك. وأنا أولا ما نشاطركش الرأي، لأن المهمة صعبة. سهلة؟ ماهيش صعبة، لكنها بكل موضوعية هي مهمة عادية مدة 10 سنين بالنسبة لإنسان يمارس في دور استشاري ونصح. دونك أنا نتأمل في المشهد السياسي، وهذا الوضع مدة 10 سنين الآن. النهضة مستهدفة بعدد من الاتهامات وعدد من الملفات اللي تعمل فرقعات إعلامية، لكن عمليا كي نجيو نشوفوا في القضاء ما لقاو حتى شيء. صفر ملف، صفر مدان، صفر مشبوه، حتى شبهة موجودة في القضاء ما فماش. اللي نشوفه أنا من ساعة اللي تفرجت فيها بالنسبة لحوارك مع سي محمد، أولا صيفته كرئيس كتلة ديمقراطية اللي حسب علمي فيها حزب التيار وحزب حركة الشعب اللي ما ذكروش وبعض المستقلين الأخرين. حسيت مش رئيس كتلة ديمقراطية. كلمة الديمقراطية هذه حسيتها ما تتناغمش مع الكلام اللي كنت تسمع فيه. الديمقراطية تستوجب على الناس احترام إرادة الشعب. أول شيء في الديمقراطية أنك تحترم إرادة الشعب، أنك تحترم نتائج الانتخابات، أنك تحترم الناس وقت اللي يخرجوا للشارع مهما كانوا، تختلف معهم ما تختلفش معهم، وقت يخرجوا توانسة للشارع نحترمه ونحترموا تضحيات اللي قاموا به. وكي باش نقولوا كلام فيهم نوزنوه مليح. حسب رأيي كل كلام اللي يتقال في حركة النهضة، حركة النهضة قادرة ترد عليه. لكن الكلام اللي يتقال في الناس اللي خرجوا واللي قطعوا آلاف الكيلومترات باش يمشيوا نهار 27 فيفري باش يعبروا في شارع حبيب بورقيبة، قال خذوا فلوس وقال عيب. مولها رجال أعمال المسيرة. عيب نحترموا الناس. عيب نحترموا الناس. عنده برهين. أنا نعرف ناس، باش نجي لحكاية الملفات اللي عنده. أنا نعرف ناس جات على كرسي متحرك من الجنوب. جات باش تعبر. جات باش تعطي رأي. نجم نتفق معاه، نجم نختلف معاه. إن شاء الله ما يمرضوش. إن شاء الله. إن شاء الله. نجم نتفق مع المسيرة، نجم نختلف معاه. وصارت عدد كبير من المسيرات على امتداد شهر. مش كل متفقين عليه. مش كل موافقين معاه. لكن الكل نحترموه. والكل وصوت نتاع شعب تونسي يحترم. هذا كي نكون ديمقراطي. كي نكون حزب ديمقراطي. كي نكون حاجة أخرى ميساج. شنو حاجة أخرى مثلا؟ مانيش ديمقراطي. يا أما تكون ديمقراطي يا أما تكون ماكش ديمقراطي. أنا حسب رأيي الخطاب هذا مش ديمقراطي. أولا ما احترمناش الناس. كي باش تحثوا على الناس هذوما ما لازمش نتسرعوا. وأنا هنا ما عادش نستغرب الأثر نتاع الكلام هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه في مواقع قرار. نسمعوا فيه في قرطاج. تسرع في الحكم على الناس. تسرع في إطلاق التهم. وهنا أيضا فهمت ملف الأربعة مشبوهين اللي في التحوير هذا، فهمته الآن. يعني ثم ناس أطراف سياسية الآن موجودة قدامنا وأنا نتحاور مع بعضنا، عندها ملفات ما تعطيهاش القضاء.
رئيس جمهورية عندها ملفات ما تعديهاش القضاء. قداش عندنا تو نسمعوا على ناس عندها شبهات؟ حيت نبداو بهذوما قبل ما نمشيو لل 500 مليون اللي سمعتها قبيل. الناس اللي عندك شبهات ساعة انت عندك 11 واحد موجودين قدامك. قلت فيهم أربعة مشبوهين بالنسبة لي أنا 11 معنيين. باهي خليني في كلام سي محمد. أي أنا باش نجيك قلت لك الكلام سي محمد نلقاه عند رئيس الجمهورية. هذا علاش أنا يهمني أكثر أني نجاوب طريقة التفكير هذه عند رئيس الجمهورية ثم نمشي لكتلة في البرلمان. وقت تدخل لي عندك ملفات تاع فساد اش تعمل عندك الملفات هذه؟ ما عندها القضاء. فماش حاجة اسمها التوقيت المناسب. وقت اللي التوانسة خرجت قدامهم وقلت عندك شبهات أنا نطالب سي محمد كل كلمة قالها في الساعة اللي فاتت من تهم يحولها للقضاء ما يشاور حد. وإذا عنده ناس داخل حركة النهضة إذا عنده ناس أو نبدأ بلولاني عنده ناس داخل حركة النهضة يتهمهم في التهم هذوما يوجه الملف نتاعو للقضاء. وأدعو النيابة العمومية تو ما تسمع في البرنامج أنا أتحقق في الكلام هذا. إذا تقول لي أنت 500 مليون ونعرفهم كيفاش تفرقوا يا حاضر في وسطهم يا عندك مخبرين يا واحد في اللي عطاه جاء قال لك كل شهر قال لك 200 مليون للنهضة و150 ألف كرامة و150 ألف الكلام هذا سمعنا منه برشا. سمعنا تهم في التسفير خذات 10 سنين ثم جاء حكم في القضاء. سمعنا موضوع على الشيراتون وخذا بلاتوات ثم جاء حكم في القضاء. والكل هذوما الأحكام في القضاء الكل برأت حركة النهضة وبرأت الناس اللي تم اتهامهم. نسمعوا الحديث هذا الكل في البلاتوات ثم وقت يجي حكم قضائي ما عادش نسمعوا حتى شيء. هذا عيب. نحن انا الاولاني نقولوا وقت اللي نبدا ديمقراطي انا عيب عيب كبير لانه انا اكثر من يقول لك جريمه هذا عيب. الادعاء بالباطل في الدول المتقدمه وسي محمد عاش في دول في الخارج وشاف ما عندكش الحق تتوجه الانسان بتهمه ادعاء بالباطل ما عندكش الحق ولو عندك ملف تتوجه القضاء. ما تخرجش في الاعلام انت تتحدث على ناس عندهم اعراض لا عندهم قضايا اثرها الاعلام. انا خلينا نبدا واضحين الاصل انا كنت نتوقع من سي محمد انه هو اللي عانى من شبهات ومن ناس توجهت له اللي هو بتهم لانه تصدر شان العام. قال نهضه قال نهضه لحقته وسردته حتى اذا كان هو قال هكا يشكي بيهم. حد ما عنده الحق في تونس باش يتوجه الانسان باش يمسه في العرض نتاعو ولا في العائله نتاعو. خلينا نبداو بشويه يلزموا يجاوبك لانك انت كذبت حكايه المظاهره مموله وناس خذات فلوس. لا انا مش كذبت انا قلت الناس يلزمها تحترم المظاهره هذه ومش فقط تحترم. مش كذبت اكثر من تكذيب اكثر من تكذيب. راهو الانسان اللي انا ما نسمحش شخصيا ما نسمحش الانسان باش يجي يتعدى على إرادة شعبية متاع ناس مناضلين ونعرفهم حق المعرفة جاوا الغادي باش نجي أنا نوصمهم هكاك على الملأ نقول خذيت الفلوس. الناس هذيك أنا ما يستحق حتى حد باش يعطيها فلوس. الناس هذيك قاعدة عندها قضية تناضل عليها. تعرف نقطاش كان الحزب هذايا بدا بعد الثورة الحزب هذاك عنده 50 سنة نكبروا بشوية بشوية. الحزب هذا حزب كبير حتى في العمر وبالتالي المناضلين متاعو راهم ضحاوا قبل ويضحيوا توا ومش مستحقين باش ناس تهزهم للعاصمه. وقت اللي جاوا حبيت نقول حاجه. وقت اللي جاوا الناس هذوما 27 فيفري في تونس اولا نحترموهم ثم نسمعوهم. اذا لنا قادرين باش نحترموهم ولا باش نسمعوهم ما نجموش نتفاعلوا معاهم. واضح. تفضل سي محمد. سمعت بالقدام نرحبوا بيك وبيك نرحبوا سي اسامه. شكرا. انا اليوم فرحان انه فما شباب بداي كلكم على اختلافاتنا اي على اختلافاتنا الكل على اختلافاتنا على اختلافاتنا مع صراع الاجيال اللي قاعدين نعيشوا فيه انه فما شباب مازال يهتم بالشان السياسي مدروس البلاتو مدروس هكا نفس الجيل بالشان السياسي. ثانيا سي نضال المظاهره على شنو ما فهمتش انا الناس هبطت على شنو مظاهرة أنت قلت ناس خذت فلوس وزعت فلوس أوجيك أوجيك مظاهرة على شنو؟ وقال لك احنا من حقنا نهبطوا هي على شنو؟ إذا حزب موجود 10 سنوات في السلطة واستحوذ على تقريبا بالأرقام ثلث الوزراء في 10 سنوات ثلث أكثر من 100 وزير تابع حركة النهضة ما نحكوش على الولايات والمعتمدين والمناصب الكبيرة والمستشارين في الدواوين إلى غير ذلك. اليوم هو ساهم بشكل مباشر في تداين البلاد 4 مرات في خراب الاقتصاد التونسي في
أنه اليوم الاقتصاد التونسي أصبح اقتصاد موازي في عدم احترام هذه الدولة وحكمها بالعدل. متظاهر على شنو؟ نحب نعرف على شنو متظاهر. على شنو؟ على شنو؟ اسمعني اليوم أنا اليوم هو دافع على حريته. شوف أنا اليوم متحدي متحدي عامل طبيعي ومتحدي كورونا تخيط. أنا اليوم غدوة كي نهبط ونشوف أنه النوتاسيون تاع البلاد ولا تصنيفها السيادي يهبط إلى مستوى كبير، ونشوف أنه اليوم عندي عجز باش نمول ميزانية، وعندي تخوف كبير أنه في مارس ولا في جوان ما نجمش نخلص شهاري، وقت اللي نشوف أنه في جوان وجويليا عندي مليار دولار مش ندفعها كدين لشركات الولايات المتحدة الأمريكية، نجم نخاف على بلادي ونهبط. وقت نخاف على الحريات اليوم ونشوف أكثر من 2000 شاب موجود في السجون، ونشوف أحداث أولاد صغار ب300 وب400، وشوفنا جماهير الأفريقي كيفاش حاطينهم في ثكنة، هذه أنا نخاف لأنه أنا دفعنا دم في الثورة هذه، وفما حرية ولا تتمس. نجم نهبط للشارع ونتحدى الكورونا ونتحدى المطراك ونتحدى البوليس اللي كسكر لي الكياس من محطة هذه لهنيا كي نتاع ثنيت بنزرت، ولايه تونس كلها مسكرة اللي شفناه بوليس مسركل البرلمان ومسركل المشكلة الوحد. قلت فلوس اتهمت ألف التوانسة بأخذ رشوة. هوجيك جيك ما نهربش أنا من السويرة. كنشوف كل شيء هذا نجم نهبط للشارع، لأنه فما قضية وطنية ندافع عليها، فما مطالب شعبية، فما انهيار في قفة المواطن. هو هابط لشنو؟ هو ما هابطين لسبب بسيط، أنه أكثر شخصية مكروهة في الشعب التونسي الآن هو راشد الغنوشي. هما اليوم هابطين لشيخهم الجليل، ما همش هابطين للدفاع عن قضية وطنية نجم نهبط فيها معهم أنا، ونجم يهبط معهم المجتمع المدني، ويهبط معهم اتحاد الشغل، ويهبط معهم كل المنظمات الوطنية. هما هابطين اليوم لصورة شخص فقط لا غير، نظرا لأنه في المقابل هناك نفور كبير، رئيس الجمهورية غير قادر على استقبال السيد راشد الغنوشي باعتبار غير كل قادر ولا غير قابل لاستقبال راشد الغنوشي بعد تصريحاته النارية والمثيرة للجدل بعد منح الثقة للحكومة نهار 26 جانفي، وشفنا أنه الرئيس هو طور حركة النهضة تقريبا ب 90 ليله، عملوا دستور، جاوبوا على هما عملوا دستور يتفاعل معك، هما عملوا دستور وكتبوه. كي كتبوا الدستور ما كتبوش الأجيال القادمة، ما كتبوش ليلو هو كي يولي عمره 60 و70 سنة، كتبوه لمجموعتهم حاليا أنهم سيبقون جاثمون على هذه البلاد. هذاك علاش هما الدستور اللي كتبوه اللي فايدتهم، لقاو فيه هنات دستورية، لقاو هنات في النظام الداخلي، لقاو هنات في كل شيء، اليوم اكتووا بنارها، وبالتالي وصلوا اليوم في نفق مظلم كبير برشا، ولا الخلاص نتاعهم خلاص فردي. اليوم الفلوس ماهيش كان في الداخل، اليوم السيد راشد الغنوشي دافع أكثر من 3 مليارات لترويج صورته داخل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم السيد راشد الغنوشي موقع في وثيقة الآيباك، اليوم أنا ككتلة ديمقراطية مقدم نفسي في مشروع قانون مع تجريم التطبيع، هو متفاهم مع الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية. الوثيقة وقعت سنة 2015 صحبة الراحل باجي قايد السبسي، شوف سي سمير، سي سمير الله يرحمه سي باجي، وكان نتيجتها سحب قانون. أنا لا ما نجمش نشوف جبهة شعبية خلي جاوبك، خاطر انت مش تضرب ساعة أخرى، تضرب ساعة أخرى خلي تفاعل معاك. أنا اليوم مش نزيدك إلى جانب تمويل الحملة في الداخل، هناك في كلام مش صحيح. أكثر من 3 مليارات تونسية داخل السوق الولايات المتحدة أكثرهم من مليارات في لسانك في لوبيينج، اسمعني، في لوبيينج باش يقابلوا فلان وفلان وباش يعملوا اجتماعات وباش يحموه. اليوم السيد راشد خلي جاوب في ثلاثة لا خان باش يجاوب لي فرضاً لا خاطر في ثلاثة أشهر، في ثلاثة أشهر باش تعرفوا ان البلاد هذه لا تضاف. لا لا سي محمد، سي محمد دخلش، ما تاخذ ساعه اخرى، ما تنجمش تاخذ خطاب اخر. لا الولايات المتحده الامريكيه وترفضت، قسم كلامك. لا سي سمير بسرعه بربي سي لا انا نكون سريع جدا، ولو ساعه هي فيها برشا كلام. اي تو نقسموا فقط. انا هوكا في الاجابه نتاعي الاولى رديت على جملة، يرجع لك على المذاهب جمله من الكلام ما حشيش باش يجاوبني عليهم، حاش باش توجه القضاء. بالنسبة لي أنا أتحدى سي محمد أن أوجه أي ملف يستقيم إلى القضاء، وما عادش نضيعوا وقتنا في البلاد مع الكلام هذايا. الناس هذايا أقرب إلى التحليل،
والافتراء، وناس خسرت الانتخابات، خسرت يعني مرحلة كاملة مراهنة على حكومة الرئيس الأولى والثانية، وهما اللي يتحملوا مسؤولية حكومة الجملي أيضا اللي هما فشلوها، ثم أفشلوا حكومة الفخفاخ. واللي عندي ما نقول لك على الاستقالة متاع سي الفخفاخ في الموضوع هذا اللي يمكن يهم التوانسة أكثر من الكلام هذا، اللي عنده ما يقول على النهضة، النهضة أنا أنصح النهضة، أنا ما عادش ضيع وقتها في الكلام هذا، اللي عنده ما يقول يقابلها في القضاء. وشفنا اللي يقابلوها في القضاء الكل خسروا. أنا ما يسالش أنت، أنت لا تؤمن لا بالقضاء ولا التفقدية، رفضوا أنه حتى يخلوها عند مجلس القضاء. محمد نجموا نسمعوك، أنا ومنهم القضاء، القضاء اللي سجن وقف لم يلقى. سامحني يا سي سمير، خليني نجاوبك. علاش قلت لك الملاحظة مهمة؟ اللي فتح بحث في ضد ليسفق فيه. الملاحظة مهمة، الكتلة الديمقراطية لا تؤمن لا بالدولة ولا بالديمقراطية ولا بالانتخابات ولا بالتعبير الحر. يعني كي نوليو احنا حتى الدولة ما نؤمنوش بها، يعني خلي ملفات وين باش تهزها؟ باش تهزها لأمريكا؟ وين باش تهزها؟ بشكون باش تشكي؟ جيبها حتى للإعلام، خرج لنا ملفات للإعلام، هاتوا، هاو عندك إعلام حر. إذا لا تثق لا في الإعلام، لا تثق في الناس اللي معاك في البرلمان، لا تثق في الدولة. نزيدك تحدي آخر، التيار الديمقراطي دخل للحكم راه، ودخل الحكومة كما قالوا بشروطهم، وخذوا الأجهزة اللي حاجتهم بهم. وقال سي محمد عبو راني دخلت باش نلوج على ملفات للنهضة. أتحدى سيد محمد عبو أنه يخرج ملف واحد فركس في وسط الدولة. سي محمد كلامه نكمل لك الكلمة أخرى، خاطر سمعتها زاد مغالطة كبيرة. سي محمد عبو جاء في بلاتو وقال أنا راني إذا ما تجيش معنا النهضة أنا نطلب باش نمشيو إلى قلب تونس. هو قالوا، وهذه بالنسبة لي حاجة إيجابية على خاطر سي محمد عبو والتيار، أنا نقول لهم التزموا بكلام سي محمد عبو ويجاو مرحبا نعملوا حكومة وحدة وطنية برئاسة السيد هشام المشيشي، وتكون الحكومة هذه فيها قلب تونس كما حب سي محمد عبو. أما النهضة ما ينجموش يحطوها وين هو يحب. عندنا ضيف آخر خليه يجاوب ونمشيو لأسامة. أنت قال لك كلام معقول، قال لك وين الملفات، يا أما تظهرها في التلفزة ما يثبت كلامك ولا تهزها للقضاء. أنت ما مشيتش للقضاء، ما جاوبتوش على المسيرة والفلوس تاع المسيرة اللي قلت ناس خذوا فلوس وممولة. هو كذب تكذيب كامل وقال لك نتحداك أعطيني الدليل. شوف حركة النهضة لا تتحداك، اسمعني بربي ما تطولش، خاطر باش يدخل. مش نطول اليوم قلت لك أنا اللي مول في صفاقس جروب نتاع أعلاف نتاع الجيش. باهي، السيد هذا عنده شركاء، شركائه مجموعة من حركة النهضة. هو اللي مول بالضبط؟ شنو مول بالضبط؟ مول المسيرة. شنو مول بالضبط؟ مش مسيرة، مسيرة يعني مول ديما في العالم. يعني شنو مول؟ عطاه فلوس للناس، كيران كيران. لا بس سي سمير بالله، سؤال واحد برك. كانت العام الجاي وهز فلوس. سؤال يا سي محمد، خليني نتفاعل معك. سؤال سي محمد، أنت رجل أعمال ولا مش رجل أعمال؟ لا أنا موطوسي. لا لا، أنت دخلت السياسة من باب رجال الأعمال ولا؟ لا لا، حسيتك عندك مشكلة كبيرة مع رجال الأعمال أنت. دخلت السياسة كإعلامي. كعلم يعني ما كنتش رجل اعمال في قطر. كان يقول ما كانش عنده شركه. لا قلت لي انت كنت رجل اعمال. قلت عندك شركه. قلت راك تدخل في الاعمال ولا ماكش رجل اعمال؟ اسمعني، ولا تدخل في شركه ولا عندك شركه صغيره ماكش رجل اعمال. راهو رجل الاعمال راهو عنده مفهوم اخر، يعني تتسمى رجل اعمال. مشكله كبيره، فما مشكله كبيره في المفاهيم. انا ما عنديش مشكله مع رجال الاعمال، فما مشكله كبيره في المفاهيم عند التيار. انا ما عنديش مشكله مع رجال الاعمال. انا حسيت لي عندك مشكله. انا نخلي الشعب التونسي. شوف صديقي العزيز، انت اللي كنت تقول فيه عندك مشكله مع الدولة، مع القضاء، احنا اليوم عندنا مشكله في البلاد هذيا. كان عندنا علي بابا و40 حرامي، ولد في كل ولايه عندنا اثنين علي بابا و80 حرام. ايش كي بيهم؟ 80 حرامي هذوما. انتم متغطين عليهم. كيفاش؟ بكل الطرق الممكنه. ليش؟ انتم عندكم ناسكم في المطار اللي تدخل فلوس كاش. ايش كي بيهم؟ وقت التجبد سي محمد عبو تحكي على الكونفرنس بريس. ما نجمش نسمع. فما تلفزه عندكم سكرت. نسمع مواجهة. فما تلفزه عندهم سكرت. شنو التلفزه اللي سكرت؟ شنو سكرت؟ عندهم انتونيزيا سكرت. راك انت داكوردو سكرت علاش؟ لانه الفلوس الكاش ما ف... ريتو يا باهي ما يفهم تلاف استخدم ولا نتاعهم هم باهي. علاش الناس هذوما؟ راك رئيس كتلة نورمالمون تشكي رئيس كتلة تعيط رئيس الحكومة وتسائلوا على الكلام هذايا. انت رئيس كتلة بسرعة جاوبوا باش نمشيو. علاش الناس هذوما ما يتصب لهمش سالير في حساباتهم في البنكي؟ ما يتعمل لهمش سي ان اس اس؟ ما نعترفوش بالناس هذوما كعملاء موجودين؟ علاش الناس هذيا تاخذ فلوس كاش تحت حيط؟
جابوني فما قنوات تلفزية توا ناس تاخذ فلوس موجود في سميت اعلامي وتعرف دخلت المواضيع بعض ليه نحكي لك على الفلوس الداخل اللي موجودة توا تجاوبوا من بعد على حكاية رجل الأعمال اللي من صفاقس اللي مول المسيرة سي أسامة سي أسامة سي أسامة محمد شكرا سمير الحقيقة أنا جيت في بالي وأنا باش نتناولوا في مواضيع نتاع النقاش نتاعنا الأزمة الاقتصادية اللي قاعدين نعيشوا فيها داخل في الأزمة الاجتماعية الاقتصادية هذا إذا كلامه إذا كلامه الكلام اللي قاله خطير برشا يأثر على الاقتصاد يأثر على الحياة العامة يأثر على الحكومة يأثر على الوضع الكل خطير صحيح خطير ومحبط سمير خطير ومحبط لأنه على مداها العشرية هذه من الانتقال أو محاولات الانتقال الديمقراطي الذي ما نحبش نقول فشل ولكن لم يستكمل مازال ما نجحش مازلنا ما وصلناش للأهداف اللي رسمتها الثورة التونسية علاش شنو الأسباب عديدة هي الأسباب ولكن السبب الرئيسي هو هذا الخطاب هو خطاب الكره وخطاب الحقد وخطاب المغالطة والخطاب اللي هو اللي أثر على الشارع نشوفه في سلوك التونسي اليوم تغير علاش تغير شنر. لأنه لي بلاتو هذه هي الصورة اللي قاعدة تسوق فيها النخبة إذا كان النخبة البلاتو. مش نحكي على البلاتو متاع لا 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 نحكي على الخطاب المتشنج وقت اللي الناس معناتها يشوفوا النخبة متاعهم كيفاش يحكيه وكيفاش بدون تصور وكيل تهم جزاف يعني هذا من شأنه باش يزعزع الثقة بالمواطنين أولا في بعضهم بين المواطن والسياسي من جهة أخرى وهذا مؤسف ومحبط. تسميه خطاب سي محمد عمار. خطاب شو أقول لك سمير خطاب مع احترامي لسي محمد عمار خطاب ديكونستركتيف. ما نحبش نقول كلمة أخرى خطاب غير بناء بالعكس خطاب يهدم. اليوم نسمع في سي محمد منذ حين يتكلم فما كلامه فيه عديد المغالطات مع الأسف ما نحبش نستعمل هذا اللفظ لكن لزيتني سي محمد عديد المغالطات باش نبدا لك كان جا عندي ورقه وستيلو راني قيدت باش نبدا لك باخر نقطه قبل ما ندخلوا نحن تناولتها اللي هي اذا كان كنت في الحكم او عبير موسي كنت في الحكم ما تحكموش معها علاش ما تحكموش معها هذا كلامك انت لانها لم تعترف بالثوره انا خليني باش نعطي وجهه النظر نتاعي نحب نقول هذه الكتله نتاع التناقضات الكتله الديمقراطيه وحزب تناقضات الكتله الديمقراطيه اش فيها فيها التيار الديمقراطي وفيها حركة الشعب التيار الديمقراطي يمجد الثورة في تونس وفي ليبيا وفي سوريا وحركة الشعب تقول هذه مؤامرة هات خلنا نبدأ ساعة نبدأ من حيث الشكل في تركيبة هذه الكتلة معناها حركة الشعب نعرفه قال مؤامرة وانقلابات وإلى آخره والتيار الديمقراطي يمجد يعني زوز أحزاب كما هكا مستحيل باش تقابلوا حتى على قهوة انت مشكلتك معناها انت مشكلتك في الكتله ولا مشكلتك في لا لا خليني انا راني انا شوف اذا كاني غالط جاوبني معناتها الناس كل تعرف وكل شيء التصريحات موجوده وسير جوجل موجوده وتصورات الاحزاب الذي كان فما تصور تصريحاتك سمعتها الكل ونعرفها شنو هذا اذا كان نعرفها في 2019 وفي اوت وسبتمبر شنو هي اتحمل وبعد اسمعني اتحمل مسؤوليه كل تصريحاتي وبعد الحكومه شنو هي نعرف انا جاي قردي لا لين دروات ومانيش جاي باش نحكي على نفسي انا جاي هنا باش نحكي على وضع تصريحاتك معناها ومرحبا بك اذا كان تحب معناتها تتوجه أنا بالسؤال نجاوبك بصدر رحب سي محمد ونحن نخدم معناها انا التوبه فهمتش يعني شنو تحب تقول باش نجاوبك جاوبتك على النقطه الاولى على عبير على عبير موسي تكلمت قلت التيار الديمقراطي وبالتحديد السيد موسي تصحيح للتصحيح تفضل قلت انه الى جانب عدم اعترافها بالثوره انا نهار اللي تعترف فما الناس مش معترفه بالثوره هي تترجم تترجم اراء ديمقراطيه الثوره ديمقراطيه الثوره تسمح بقبول الراي اللي ما يعترفش بها ولا ما راهو شوف راك انت اليوم ولا تكفروا ما كملت سي محمد خليني نكمل خليك كمل سي محمد خليك كمل سي محمد تاسفت علينا برشا في الوقت خلينا مثالش وخذ من بعد وقتك وجاوبني تحدثت وقلت انه سي محمد عبو ما دخلش ناس للسجن وما عملش مشاكل الناس ورجل طيب وملائكه على الارض سي محمد عبو عمل ما أخطر من هكا سي محمد عبو أحال بين 21 إطار ديواني بين إطارات وعمل على التقاعد الوجوبي علاش؟ لأنه قال فما شبهة فساد شبهة الفساد راهو الإحالة على التقاعد الوجوبي ليست بعقوبة شنو هو العقوبة في قانون الوظيفة العمومية أو في القانون بتاع في القوات الحاملة للسلاح فما تحقيق يتحل اللي هي اللجان الإدارية المتناسفة في قانون عدد 112 لسنة 83 وفما مجالس الشرف بالنسبة للقوات الحاملة للسلاح منهم الديوانة هو ما أحلهمش ما حلش تحقيق أحالهم على التقاعد الوجوبي
بتهمه واتهمهم في اللي راديو سمعت وانا في راديو معناتها في قناه اذاعه تونسيه الكلام اللي قالوا فريمون معناتها شيء خطير وخطير جدا وان شاء الله يسامحوه الناس هذوك فيهم عون انت على ذكر وانه ما دخلش الناس الحبس فيهم عون وقت اللي سمعت امه اللي هو ولدها فاسد وراه ماهوش معناتها جريدي كبير توفيت بالغصه للوندما توفيت من غدوه ما نستحضرش اسمه فيهم اعوان معناتها شنية التهمة ذي معناتها صغارهم كيفاش كيفاش زملائهم يغزروا لهم الى اخره يعني عندك حاجه عندك حاجه اخرى فيما يخص رئيس الحكومه مع بعضهم شي خلي حويجها من بعد ما يجاوبك باش ما يجاوبك على حاجه وترجع انا الشعارات العاطفيه هذه وفيها معون وامه وما امه معناها امه ماتت شعار عاطفي معناها بالغصه روا البارح عندها ملادي كرونيك ولا حتى شيء البارح شخص شدوه لم يحترم الاجراءات الصحيه كوفيد توفى في صفاقس نقص تقييم جاوبني على الديوان شوي بشوي بشوي ما انت تلعب العاطفه توفى يا معطى هذا شنو عاطفه هذا معطى صحيح لم يتلقى لقاح نتاعو في الدار خليه مات الدواء نتاعو في سجونك البارح ما شربش الدواء نتاعو ما خذاش دواء توفى هذا البارح باش انت تجي تقول لي انت توا محمد انا كي حكيت على الحكومه ما جبتش محمد عبو جبت محمد عبو في علاقه بالتيار الديمقراطي اليوم نحكي على حكومه الحكومه اللي كانت لا زلت ولا زال اؤمن انها افضل حكومه بعد الثوره وهي افضل حكومه بعد الثوره انت كنت مستشار جاي انت توا تحكي تقول ديستركتيف وما ديسكريتيف طبعا انت كنت موجود مع وزيره الصحه وكان عندكم احد المخابر اللي موجودين هو نفس المخابر هذا كان هو يزود في الدوله وانت مستشار موجود تحكي لي انت توا انت قبل كنت في مع نبيل القروي تدافع على نبيل القروي كنت تضرب في حركه النهضه توا وقت اللي وليتوا موجودين مع بعضكم انا على الاقل ديسكور نتاعي اسمعني نحكي لك تخلي في كلام تونس وحركه انت تحكي في كلام انا جاي حركه النهضه اسمعني انت تحكي في كلام ماهوش متناسق حبيت نعرف انت شنو سؤالك ما لقيتش سؤال جيت تقول لي انت الديوان على كلامك الديوان اليوم اكثر جهاز ولا من الاجهزه اللي هي لازم تصير فيها ثوره في تونس وثورة حقيقية اليوم ما انت تحكي على بعض الديوانية في لجنة وقاعدين يبتزوا في الكناترية وقاعدين ياخذوا لهم يفكلهم في أملاكهم وقاعدين يدخلوا لهم في سلعة ويخلطوا عليهم في الطريق شو تحكي ما عندك الأسماء أنا نقترح على سيد رئيس الحكومة إذا كان يتفرج فينا وزير الداخلية تطبيق القانون محمد عبو ولا مش هو اللي خذ القرار ساعة لخذ القرار وزير المالية باعتبار الديوانة تابعة وزارة المالية لا بتقرير من محمد عبو بالتقرير إيه يا ما وزير المالية وقت خذ القرار راهو خذ بما يسمح له القانون راهو لم يتجاوز القانون في اتخاذ القرار إن شاء الله ما تكونش مظلمة إن شاء الله ما تكونش مظلمة كبيرة هذيك لا تقاعد الوجوبي فما شوف تقاعد الوجوبي موجود تقاعد الوجوبي يلزم مطلب العون يخدم به أنت عامل إدارة تخدم الإدارة ولا يخرجوا فما ناس عبء على الإدارة التونسية اليوم احنا نقعدوا بنفس الأشخاص عندهم راتبه مليون ولا مليون ونص وتلقى عنده عماره في اللاكه تعرف فيهم واحد تلقى عنده عماره مش انت تحكم يا سي محمد زاد مش انت تحكم راه فما قضاء مش انت خاطر عنده يعني عماره تقول له انت فاسد واللي عنده كهرباء باهيه انت سارق واللي لابس لبسه باهيه انت مرتشي ما ولينا هكا في تونس لا لا ولينا عندنا المشكله لا لا مش مشكله الثراء ولا التهمه انت رجل اعمال والفلوس ولا تشبه رجل اعمال ولا موظف تخلص بالباهي ولا عندك شركه وظاهر مدخولك ما فما حاجه توازي فما قضاء فما توازي محمد خلينا نتكلم معك سي محمد سي محمد عنده عماره سي محمد منين جات؟ اي خلينا نتكلم ولا عنده عماره في اللاك منين جات؟ خلينا نوازنوا بينك وبين يا دير انا مليون ونص انت اليوم كشاب تونسي ياخذ لازم زوجته تزيد تاخذ معها مليون ونص باش ينجم يعرس ويكري دار واضح واضح سي نضال نرجعوا لك شوف شوف سي سمير انا نحب نقول لي الخطاب هذا فيه خطر كبير على تونس وعلى مصالح تونس وقت اللي انا رئيس الحكومه يقوم بمجهود ويتصل بوزير الخارجيه الروسي ونجي انا في بلاتو تلفزيون نقول روسيا هذيك صفقه فيها فساد فيها كوميسيون احنا الدول اللي قاعدين نحكيو معاهم وكي تتحدث مع وزير الخارجيه الروسي راهم هذو ناس عندهم دوله قويه بالتالي ما يتعاملش مع الكلام اللي تقول فيه انت في التلفزه بسطحيه اليوم انت مع الوقت باش تتحل تحقيق في الوقت ونقعد توانسه نستناو في التلقيحات والتلقيح نتاع روسيا رغم تدخل رئيس الحكومه لانه
جاء نائب رئيس كتلة في البرلمان. رانا مش نتحدثوا يعني السفارة الروسية اليوم كي تتفرج. السفارة الروسية السفارة الروسية ساعة لحظة تعطي الناس حقها واصلت وأول ما نتواصل مع روسيا مباشرة. ما عندكمش مشكلة. هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة. ما يسالش أنتم تتعاركوا مع الدول الكل. وقت اللي رئيس البرلمان يحب يعمل تواصل مع الخارج تعملوا له لائحة وتقولوا له ما عادش تتواصل. وتمشيوا لرئيس الجمهورية تقولوا له ما تتواصل مع حتى حد. ما يتواصل كان معكم أنتم. لا يتواصل مع رئيس البرلمان، لا يتواصل مع رئيس الحكومة 40 يوم ما يتقابلش معاه، لا يتواصل مع الشعب وقت اللي يجيه لتونس يمشي هو القروان، لا يتواصل مع الدول العظمى وقت اللي يحب يتقابل معاهم، يعمل لنا لايف على المقابلة اللي عملها، وهذه نصائح حسب رأيي من تو قاعدين نفهموا فيها. من هالبطانة هذه اللي وصاته باش يقول للجملي ما تدخل حتى واحد عنده بطاقة انخراط في الأحزاب، ومع ذلك النهضة صوتت والتيار ما صوتش على حكومة الجملي بالرغم اللي الجملي كان اختيار النهضة. الفخفاخ ما سحبتش منه ثقة النهضة. الفخفاخ راهو استقال في قصر قرطاج وما نعرفوش كيفاش استقال، ما نعرفوش إذا كان هو كان راغب انه يستقيل او ضغط عليه ليستقيل. حتى انتم ما ضغطتوا باش يستقيل. لا ميسالش شوف يعني المشيشي بالحمامات بالاحد المشيشي وقت المجلس 105 يهز الصبور في مجلس النواب على اساس سحب ياسي محمد نكملك ميسالش مجلس الشورى مجلس الشورى يقرر ما يعنيه يقرر هو اذا كان انت مجلس الشورى كلف رئيسه محمد كلف رئيسه يكون ديمقراطي ويسمع الناس كلف رئيسه بالتفاوض مع الاحزاب اللي جات حكومه موجوده ديمقراطي واسمع الناس سمعناك ساعة تفاعل معنا خليني نكمل خليني نكمل إذا كان الفخفاخ في تونس إذا كان الفخفاخ غير رئيس البرلمان في تونس بالله خليه يجاوب رئيس البرلمان هو رئيس حركة النهضة مشكلتك مع رئيس البرلمان 10 سنوات خليه يجاوب تغير فقط فم رئيس البرلمان مشكلتك مع رئيس البرلمان أنا جايين ولا صور خليه يجاوب هو في الخارج خليه يجاوب هو اللي جابه لتونس خليه يجاوب ماكش ديمقراطي ياسي محمد ما يتواصلش ما يريدوش يتواصل خليه يجاوب ماكش ديمقراطي اسمع الشعب اسمع الناس الاخرين شعب يفيدك شعب نسمعوه ونهبطوا له من غير لا حمايه شخصيه ونقعدوا معاه في القهوه وناكلوا من ماكلته ما عندناش حتى اشكاليه مع الشعب وكي ينتخبكم يعطيكم حجم معين على خاطر مش الدكتاتوريه ذي خاطر مش ذمته شوف شعب مش ذمته سي محمد خلينا شويه نقطه مهمه بالنسبه لسي الفخفاخ جاء حزب قال لك يا خويا انا ما عادش نجم نعطيك تغطيه الحزب هذا قبل بيان لحظة بركة سي سمير مهمة ياس قبل باجتماع قال أنا نساند الفخفاخ وننتظر تقرير الهيئات الرقابية راهي تخدم تحت رئيس الحكومة مش وزير الفخفاخ ماهوش وزير أنا نتمنى الفخفاخ يكون بريء ويمشي القضاء ويحكم بالبراءة نتاعو لكن ما عادش ينجم يواصل كرئيس حكومة وقت اللي مشى لقصر قرطاج ما يظهرليش مشى باش يستقيل بيزينا من الفخفاخ مساج هو قال الكلام على رئيس البرلمان وعلى المشيشي ويحب يفهم هذا سؤال باهي حب يفهم علاش الناس خرجت نهار 27 فيفري ماهوش فاهم علاش الناس خرجت نهار 27 فيفري الفخفاخ وقت اللي استقال وقيل الفخفاخ من طرف رئيس الجمهورية كان ممكن انا كنت نتوقع من الفخفاخ بالشجاعة اللي عنده يمشي للبرلمان يمشي للبرلمان ويدافع على نفسه لانه المشيشي اليوم تقول انت علاش الشبهات هذيا ما تمش التعامل معها المشيشي اليوم مشى للبرلمان وتقابل مع الكتل وقالوا له الشبهات اللي قاعده تدور هذه في الفيسبوك ودافع على الوزراء نتاعو ومشى رئيس الجمهوريه وقال له كان عندك شبهات اعطيني خليني ندافع والا نحيل القضاء هذا السلوك السليم وقت اللي يمشي للبرلمان خذا تصويت عالي اليوم المشيشي شنو اللي مطلوب منه انه يمشي البلاد في الوقت الحالي ماهوش اختيار الاحزاب اختيار رئيس الجمهوريه يظهر لي يا سي سمير اللي ما فهمش الناس علاش تحركت الناس قالت لك يزي من الاختلافات اللي قاعدين نعملوا فيها هذا الكل يلزمنا نتوحدوا يلزم رئيس الجمهورية اليوم يبدل طاقم المستشارين نتاعو لأنه أعلنوا الفشل نتاعهم مدة عام من اللي دخل قصر قرطاج إلى يومنا هذا يكرر الفشل تلو الفشل لأنه قاعد يتبع في نصائح الفاشلين اللي هما جاتهم فرصة همش أقول لك جاتهم فرصة في الحكم مرتين دخلوا سريعا وخرجوا سريعا أي ما تيار ديمقراطي وحركة الشعب مازلت عندهم فرصة ضئيلة
التيار الديمقراطي وحركه الشعب انهم يغزروا المصالح الشعب التونسي ينساو راشد الغنوشي لانهم ما طلعوش هما رئيس برلمان وما نجموش ينحيوه من رئاسه البرلمان لانهم هما ما انتخبوهش. اليوم ولاو مستعدين يتحالفوا مع عبير موسي باش ينحيوا راشد الغنوشي. راكم قاعدين تفقدوا في الشعبيه نتاعكم وبعد عام من الانتخابات المنافس نتاعكم ورى اللي هو مش قاعد يفقد في الشعبيه نتاعو وبالتالي ممكن نمشيو منهم يكونوا ديمقراطيين اكثر شويه ويرجعوا للناس اللي راهو داخل الناس اللي جاي. ثم الناس يحبوا التيار الديمقراطي ومقلقهم أن التيار الديمقراطي ماشي في الثنية هذه. خلي جاوب. شوف أنت بتطلب منا أحنا نغزروا للشعب ولا أحنا نطلبوكم أنتم ترجعوا فلوس الشعب؟ شو فلوس الشعب؟ شكون يطلب شكون؟ ترجعوا فلوس الشعب؟ بيسير شنو هذا من البلاد غرقوها اتهام رقم ودينوها ألف. رقم ألف وبركوها ومن بعد يقول لك تغزروا للشعب. يا اخي مشكله في الحساب عندهم 10 سنوات وهو اليوم يقول لك والله ما زالت عندكم فرصه ضئيله. يا سيدي ما عندناش حتى فرصه، ورونا اش نجموا تعملوا. البلاد عندكم في 10 سنوات شنو هي الاجراءات اللي خذيتوها للشعب؟ ولا اجراء. احنا في قانون الماليه قدمنا لكم اكثر من 30 اجراء يهم الشعب ولا اجراء خذيتوه. هما عندهم ديما عندهم وزاره الفلاحه وعندهم اتحاد الفلاحين وعندهم لجنه الفلاحه داخل البرلمان. اتحاد الفلاحين ما قدمناه احنا للفلاحين رفضوا داخل ولا اجراء قدموا. واضح اليوم ديما ما جاوبتنيش على السؤال. لا يعني هو اليوم يحكي في حكايه ما جاوبتنيش على السؤال الاساسي. شنو هو السؤال الاساسي؟ قال لك جيب اعطينا الوثائق اللي تثبت كلامك اللي قلته كله والاتهامات اللي قلتها كله. يا سمير السوف راهو يتباع بالرزان. انا نستناه السوف يتباع بالرزان. هما اش خلوا فيها البلاد؟ تو كل شيء يخرج. باهي سي اسامة 500 يوم اليوم خلينا نقولوا منذ انتخاب رئيس الجمهوريه سيد قيس سعيد ونسمع في سوف معناتها كل تهديد خطابات الكل تهديد ووعيد وملفات موضوعنا وصواريخ. لا تو فهمت حاجه انا فهمت حاجه. الخطاب تاع قيس سعيد باش نعلق على كلام سي نضال وقت اللي قال طاقم المستشارين. انا راوى انه بخلاف طاقم المستشارين خطاب الرئيس قيس سعيد هو الخطاب اللي نسمع فيه تو. اش معناه؟ يعني قيس سعيد يستشار من طرف واحنا شفنا معناتها في مجلس امن قومي شكون حاضر في الاجتماع تاع مجلس الامن القومي لا صفه له في مجلس الامن وما فماش اضافه اعتقد وانه باش يقدمها شخص او تقدمها بحضورها في مجلس امن قومي السيده سامي عبو. السيده سامي عبو يعني نعرفوا الخطاب تاع قيس سعيد تغير وما كانش هكا سمير اول ما طلع صدت الحكم اثروا عليه جماعه. قيس سعيد كان انسان متزن قبل حتى نبيل القروي اللي من بعد دار عليه ولن نرجع لاني مع نبيل القروي ولاني في حزب قلب تونس ولاني في حتى حزب ولم انخرط في حتى حزب منذ 2014 اني نخرج في قناه معينه تنسبني معناتها لحزب معين فهذايا معناتها هذايا كلام تهم تهمه من التهم اللي قاعد ترمي فيها. ما نحبش قلت كلام خطير فيما يخص الاطارات الطبيه وشبه الطبيه نتاعنا وقت اللي تكلمت وقلت ناس تاخذ في دي كوميسيون على لي فاكسان. تعرف انت شعملت توا؟ احنا عندنا من اكفأ وانظف الاطارات الطبيه وشبه الطبيه في العالم. مع الاسف الانفراستركتور معناتها مازالت تعبه شويه. وعندنا من احسن المخابر قلت خلينا نكمل. وشبه الطبيه تاخذ في شنو معناها كي تقول رجال الاعمال؟ لا شكون اللي يجيب الدواء في تونس؟ شنو كي يجي الدواء نقولوا هذا الدواء باهي ولا خايب؟ فما سكون ابيل لو لابوراتوار ناسيونال دو كونترول دي ميديكامو المخبر الوطني لمراقبه الادويه. هذا يقول الدواء اللي ناخذوه شويه عاد راهي منظمه الصحه العالميه موافقه عليه بشويه عاد ويتوزع في العالم يعني بشويه خلينا نتكلم بشويه خلينا نتكلم ما عادش تقص عليا نحكي في حاجه نعرفها انا ما تعرفهاش انت. وعندنا اداره الصيدله والدواء وعندنا اللي يستورد الدواء من الخارج الوحيد اللي هو الصيدليه المركزيه. معناها شوف انت قداش ضربت من واحد هذوما الكل فساد من جمله الفساد بيان سور في الديوان وفي منار شوين الكل فساد وانتم نظاف. هذا كلام خطير وهذا يا سي محمد راهو كلام ما عنده وين يوصل. انا ما نحبش راني نحكي الله غالب كلام تقال قدامي يلزمني نجاوبك. ما نحبش الخطاب نتاعنا يكون خطاب هدام. الخطاب هذايا هو اللي وصل البلاد للحاله اللي احنا فيها اليوم. الناس تحب اليوم تفركس على خطاب رساله نتاع طمأنه والسياسي الذكي هو من يمرر رساله نتاع طمأنه للناس مش اللي يجي يقول لهم راهي فساد ورانا ورانا معناتها في وضع كارثي الى اخره. زدت التيم بله انت تحدثت على رئيس الحكومه تحدثت على رئيس الحكومه قلت رئيس الحكومه كذب علينا واعطانا رقم فيما يخص المديونيه العموميه 81%
واللي فقت به انت وجاوبته حسب كلامك انت طلع 97%، ونسبه البطاله قلت اعطانا رقم غلط. رئيس الحكومه والمعلومه متاكد منها وانت تعرف لي انا متاكد منها لانه تعرف ما مسارش الموضوع هذا، رئيس الحكومه عند التشاور مع الاحزاب لم يتطرق الى الموضوع المواضيع الاقتصاديه بالارقام، لا البطاله ولا نسبه المديونيه، وخاصه مع الكتله الديمقراطيه. باش نصحح لك، باش صحح اذا كان رئيس الحكومه يتفرج لازم يقول لي صحيح ولا مش صحيح. باش نصحح لك ليك انت وكل شيء مسجل تسجلوا فيه زاد. اسمعني هادي شوي شوي يا ودي نحكي شنو مسجل، شنو معناه مسجل عندك الاوراق كل شيء مسجل شنو مسجل؟ هو عهد التسجيل تو زمن التسجيل يا ودي خلينا نكلموا خلينا نكملوا نستغربوا شيء. راني انا قلت يوم جلسه منح الثقه نهار 1 سبتمبر في جلسه منح الثقه اتكلم رئيس الحكومه قال المديونيه العامه ماهيش 81% مسجل في البرلمان 81 مليار، قلت له راهي 97 اخر 2020 وراهو قلت له رقم البطاله اللي اعطيتونا اللي هو قال 15 قلت له راهو 18 بيه. هاي الأرقام قدمها في الجلسة العامة كي جاء في جلسة منح الثقة أنا جاوبته على الأرقام اللي قدمها في جلسة منح الثقة. أنا اليوم مش نعطي جلسة منح ثقة لرئيس حكومة بيه هيك جاوبني خليه كم 30 ثانية البرنامج والكلمة اللي قالها قال فيها أرقام بيه واضح 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 كان عندكم سيد محمد شوف دون أن ننسى أنه التيار الديمقراطي هو استمرار لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية اللي كان عندهم وزير أملك الدولة اللي تسبب للبلاد في خساره 3000 عند القضايا 3000 مليار ما تنجمش في شبهه في شبهه ولكن القضاء وجه حزب الديمقراطي اكثر من 90% بشوية. اللي فيه اللي كانوا مؤسسين في 2013 لا علاقة لهم لا بالمؤتمر ولا بغيره. خليني نسألك سؤال فقط إلى أين وصلت لائحة إسقاط رئيس البرلمان راشد غنوشي من البرلمان؟ اللائحة في الطريق الصحيح، العدد يتجاوز 100 وقريبا جدا سيتم دفع هذه اللائحة في البرلمان. عندكم أمل كبير المرة ذي في إسقاطه ولا باش ينتصر مرة أخرى؟ شوف هو كل وتولي تتعدد انتصاراته على التيار الديمقراطي. علاش ما عملتوهاش اللائحة هذه؟ خليه يجاوب جنبا إلى جنب عن هذا. شوف وقت اللي كنا في الحكومة ظهر لي ما سرع بإسقاط الحكومة هو سحب لائحة سحب الثقة. لعلمك يعني كون لازمك تكون متابع شوية المشهد البرلماني والمشهد الحكومي باش نجم تعمل لركوب مول حتى ملف تضارب المصالح هو اللي اسقط الحكومه. لا مش صحيح، احنا كنا موجودين ملف تضارب المصالح هو من اسقط الحكومه تاع الفريق. خليك ما تقصوش علي. لائحه سحب الثقه جاوبني على سؤالي. لائحه سحب الثقه نتاع جوان وجويليا تزامنت مع لائحه سحب الثقه اللي قام بها يا سي محمد حركه النهضه مع قلب تونس مع ائتلاف الكرام من الحكومه كانوا زوز بالتوازي. اليوم لائحه سحب الثقه فاتت لمية، فما قناعة تامة لدى أعضاء مجلس نواب الشعب والشرفاء اللي ما يتشراوش ويتباعوا أنه مشكلة ومعضلة كبيرة في تونس تسيير رئيس البرلمان لمجلس نواب الشعب. وبالتالي احنا نعتقدوا أنه لازم تكون هناك رجة نفسية باش تنجم تغير الأوضاع. يجيوا يحكونا في الحلول، لدينا رسائل الطمأنة ولدينا كل الحلول الممكنة لإنقاذ البلاد هذه. واضح. حتى حد ما يزايد على حد في الموضوع هذا. إسقاط راشد الغنوشي هو جزء من إنقاذ البلاد؟ طبعًا. ثأر شخصي بالنسبة لكم؟ شنو؟ ثأر شخصي، تحدي شخصي. إيه إحنا ما نثأروا من حد. علاش ثأر شخصي يا أخي؟ إحنا اليوم وقت اللي نبحثوا عن حلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإنقاذ بلادنا وتصير هناك هدنة اجتماعية وهدنة سياسية. لكم هربتوا رجال الأعمال الخطاب نتاعكم توافق بين عليها ربنا معنا خوفتوهم ما لا سيدي رجال الأعمال هربوا من كثرة ولا أنا حتى اتبعت لسمير في البلاد ومن كثرة الابتزاز ومن كثرة الابتزاز اللي تحصلوا عليهم من الأحزاب السياسية وهما حاطين تحت الزرسة وكل مرة يجيهم يقولوا تدفع ولا نجبد لك ملفات نتاعك. ليش تصرف على المؤتمر نتاع التيار الديمقراطي؟ سي محمد خليني نسأله يا سي أسامة. هذا ممثل حركة النهضة وهناك موجود. ارفعوا أيديكم عن رجال الأعمال. كل شخص موجود عنده مشكلة مع الدولة التونسية يفضوا أمور. رجال الأعمال هربوا منكم أنتم. اسمعني هربوا منكم أنتم. كنا في الحكم. ولم نبتز أي رجل أعمال ولم ندع أي رجل أعمال. شكون صرف على المؤتمر نتاعكم 2019؟ جاوبني على السؤال هذا. شكون صرف مؤتمر؟ شكون صرف عليه؟ مؤتمر 2019. شكون صرف عليه؟ شوف شوف أنت تو قلت. لا لا سامحني. جاوبوا عليه. لا نجاوبك على هذه. أنت قلت كنا في الحكم ولم نضع أي رجل أعمال في السجن. في بالك اللي فما ليستا
ليستا وهذا ثابت ومؤكد وأكدوه برشا مصادر من بينهم حكيت فيها مع سي محمد عبو. فما ليستا جات حضرها سي محمد عبو حاضرة ليتم إيقافهم مجموعة من رجال الأعمال. لا إذا كان هو مش مخلص خلي البلد. خلي مش نجاوب على المعلومة. المعلومة اللي عندي مش هذه ليستا مشات وليس فخفاخ ما وفقش عليها. أنا المعلومة اللي ما وفقش على قال لا شوف مش هذا في جلسة مع سي محمد عبو قال لا كانت فما باش تصير إيقافات كبيرة ياسر ومدوية لا إيقاف لا إيقافات ولا مدوية وتمنيت أنا وكان تصير إيقافات مدوية تمنيت أنا نتمنى بيان سور تستمتع بالإيقافات بإيقاف الناس أنا اليوم سجن الناس يودي علاش نستمتع بإيقاف الناس وسجن الناس أنا اليوم علاش قلت لك أنا الموضوع هذا ارفعوا أيديكم عن رجال الأعمال أنا اليوم رجل أعمال يخدم في الدولة من شكون شكون ارفعوا شكون ارفعوا شكون توما سمى أحزاب الحاكمة كلاب الصواريخ والمنصات وإنهم أحزاب الحاكمة أعطينا شكون يا خويا الأحزاب الحاكمة ترفع يعني عندهم ملفات امشوا القضاء منا في دولة في رجال أعمال يصير يبتزوا فيهم هذا 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 هو الابتزاز يعيشوا بالابتزاز نتاعهم هذا الابتزاز ما نحبوش نبتزوه عندك مشكلة مع الدولة التونسية في ضريبة ولا في حاجة تواجه مصيرك واضح سهل واخدم على روحك واحنا نساندو لو ممكن بسرعة باش نجاوب على وهم إزاحة رئيس البرلمان وهم وفشل وباش يفشل ومازال باش يفشل قاعدين نضيعوا في وقتهم باش نزيدك حاجة أخرى وباش نرجع لك على يضيعوا في وقتهم على حكاية رجال الأعمال ومازالوا باش يضيعوا وقتهم باش نقول لك اولا هما راجل غنوشي راه وصل الغادي انا اولا مش ممثل حركه النهضه انا مستشار لكن كان باش نزيد ننصحهم باش نقول لهم عاش تسمعوا الكلام هذا لانه راجل غنوشي اولا طلع ديمقراطيا الى رئاسه البرلمان انتخب في تونس العاصمه واكثر انسان في البرلمان غادي عنده اصوات داخل النواب الكل ثم انتخب الى رئاسه البرلمان باش نقول لك علاش وهم الموضوع هذا لانه اللي قاعد يمارس في دوبل لونجاج هو الطيار بشكون تحب تخلط انت باش تسحب الثقه من رئيس البرلمان بشكون بالنواب النهضه بشكون بالنواب من قلب تونس بشكون بنواب من ائتلاف الكرامه بشكون يقول لي ثم شرفاء وفما غير شرفاء قاعد شوف كلام خطير انا ما نجاوبش الشخص لكن حزام العقليه حزام السياسي سي محمد سمعت حزام السياسي اللي راسه تكون ديمقراطي 101 اسمعني فما 116 نائب سي محمد ماهمش تابعين الحزام ديمقراطي سي محمد وبالتالي ما نعرفش تقول لي بشكون هذه لولا انت ماكش ديمقراطي اسمعني وجاوبني تقول لي انت اليوم واهم شنو معناها وهم هذايا الصدر ما زدتش نعطيك العجز شنو معناها وهم ما زدتش نعطيك العجز احنا اليوم مثل ما تم انتخابه ديمقراطيا سيتم اسقاطه ديمقراطيا خلي جاوب تفهمني صبرك لانه انتم مستعجلين ياسر علاش مستعجلين احنا ماناش مزروبين اي مزروبين ياسر ماناش مزروبين انتم حزب اذا كان فما مزروبين على حاجه هو لانقاذ تونس فقط ماناش مزروبين على حاجه اخرى نجم تسمع معناش علاش باش نتزربوا نجم تسمع شويه احنا مجموعه من الشباب معدل اعمار الحزب اقل من 40 سنه وبالتالي احنا نخدموا بكل حرقه تونس ماناش نسقوا في ياسر خلي يتكلم معك تسمعني شويه راهو اذا ما تسمعش وانت في البرلمان لا نسمع فيهم وانت في البرلمان ما تسمعش نسمع فيهم يوميا وحدك كيما انا قلت لك ثم ناس تعمل في محاضرات ياسر محمد خلي تعمل في محاضرات وحدها مش مستعده تسمع الشعب هذه مشكله كبيره وراهو مشكله مع العقليه اللي قاعدين نسمعوا فيها باش نجاوبك عليها بسرعه اولا انت باش تنحي رئيس البرلمان يلزمك اليوم تحط يدك مع الناس اللي كنت تسب فيهم اللي توا قاعد تقول ما يدخلوش الحكومه وما يدخلوش قصر الكرتاج وما يدخلوش الكذا وما يدخلوش الكذا ثم سؤال بسيط جدا على المشيشي وعلى راجل غنوش يقولوا لنا شنو يحبوا ينحيوا ما يقولوا لنا شكون يحبوا يحطوا يقولوا لنا شنو يحبوا يهدموا ما يقولوا لنا شنو عندهم باش يبنيوا يقولوا لنا هما ضد شكون ما يقولوا لنا هما مع شنو يعني انت تحب تنحي راجل غنوشي من رئاسه البرلمان شكون تحب تسمي عابر موسي حسون الناصفي سامي عبو شكون تحب تسمي عطيني شكون تحب تقترح انت تحب تنحي راجل غنوشي وتتفرهد نحيت راجل غنوشي انجزت انجازك البطولي وتخرج الشعب التونسي يقول لهم نحيت راجل غنوشي حليت مشاكل تونس الحاجه الثانيه راهو مش نستناو اليوم باش يقولوا لنا راهم ضد رجال الاعمال خرج السي محمد عبو عمل تصريح قال نعملوا انقلاب ونحطوهم في الاقامه الجبريه ما يؤمنوش بالقضاء ما يؤمنوش بالدوله انا نطلب من التيار الديمقراطي يعاود يعمل فورماسيون باش يكون ديمقراطي وقبل ما تعمل كتله ديمقراطيه حطها بين معقفين
ماهيش كتله ديمقراطيه راهي اليوم، راهي كتله تؤسس الى خراب الدوله. راهو اليوم الحديث هذا على الفساد جربناه، باش نقول لك 100 كولبا، باش نقول لك 100 كولبا، باش نقول لك 100 كولبا، اش معناه خراب الدوله؟ باش نفسر له، باش نفسر له، باش نفسر له، فسر له. راهو الدوله وقت اللي تحترم نفسها ما ترميش الناس بالفساد هكاك. ثم فوعه صارت اول 2011 2012 وقلنا باش نحاربوا الفساد، وقلنا الناس اللي مع الثوره كلهم باهين واللي ضد الثوره كلهم فاسدين. ما مش خايبين، مش خايبين، فاسدين. وهذه غلطه كبيره ويلزم مراجعتها. وقت اللي الشعب التونسي ينتخب في 2014 نداء تونس، يلزم تسمع مليح الشعب التونسي ايش حاب يقول لك. وقت اللي ينتخب في 2019 نبيل القروي الى الدوزيام تور، ما تلغيهاش النتيجه هذيك. وبالتالي احنا في الحمله الانتخابيه قلنا باش نحكموا وحدنا، وقلنا رانا ما نحبوش الحزب هذا. الشعب التونسي قال لك انت الاول وهذا الثاني وانت الرابع، ما حطكش الاول باش تمشي. ثالث مثال، انت تقول انت ثالث والشعب انا نشوف 100 مليون. اسمعني 186 انا ثالث صرفت 100 مليون، وانت الاولاني مع بريسك الدوبل نتاعنا صحيح صرفت وقت 10 مليار. العشرة العشرة ثواني، 10 مليار، 10 ثواني الاخيره. لا اسمح، باش نقولها سمعتها بالكبير. اسمعني 10 مليار دوات في الانتخابات البلديه في تقارير المحاسبات، زوز مليارات و400 مليون. فما شكون المتبرع ميت؟ مثالش 10. وفما شكون المتبرع مش موجود اصلا؟ فما وفما مليار تصرف في حمله مورو اللي هي بدايه الوحده. هاو الفلوس وين تصرفها؟ اعطيني انا اليوم مليار تقول لك نجيب كان صرفوا مليار على حمله مورو وطلع 10 ثواني صرفوا مليار هذا قرار دائره المحاسبات. 10 ثواني سي محمد، ثم عقليه يسري. وانا كنت ثلاثة نواب ولا 22 خلينا نجمش هو كان 89 ولا 54. خلينا نتكلم، خلينا نتكلم سي محمد، مش في لازمش. خلينا شو موجود، خلينا الراجل يتكلم سي محمد، خلي الراجل يتكلم. عايش يا ودي، خلينا نجاوبك، خلينا المساحه نتكلم. عندك زوز ضيوف فيك، خلي الراجل يتكلم. شوف سي سمير، المشكل الثالث خراب الدوله اللي احنا ما نحترموش القانون. اذا ثم تمويل احزاب قانوني نمشيو فيه، وحتى واحد ما يجي يقول للرجل اعمال اذا كان وعمل تمويل قانوني وانا منخرط ادفع بالقانون للحزب نتاعو، اش بيه؟ مش ذنبها حركه النهضه اذا كان حركه شعبيه، ومش ذنبها هي الاحزاب الاخرى ما هي شعبيه. وقت اللي عندك منخرطين يدفعوا اكثر من منخرطي حركه النهضه يجلومها. اذا عندك مشكله معها بالقانون توجه لها بالقانون. المشكله وين؟ اللي احنا توا توجهنا فتنا هذا الكل، رانا توا ما عادش نلقاو بي دي جي التونيسير. تعرفش علاش؟ على خاطر الخطاب هذايا نتاع الفساد والكلهم فساد. تعرف قديش توا مديرين عامين يبحثوا في الوزارات الكل؟ الا من رحم ربي. يجي واحد بجرة قلم ويقول لك يا سيدي هذوم الكلهم فاسدين. يمشيوا العشره، يعديوا 10 سنين يبحثوا، ثم تخسر عليهم بعد 10 سنين عائلتهم تعبه. يقول لك راه احنا قاعدين نخربوا في الدوله بالطريقه هذه. ما تشوفش انه سي محمد عمار نسخه صغيره من محمد عمار؟ لا، فقط ما فقط هو حزب لا يصلح للحكم فقط. خلينا معك ان شاء الله يكون يصلح للمعارضه برك. سامحني، لا يصلح للحكم، لا يصلح للحكم. انا راه انه وثيقه سحب الثقه من راشد الغنوسي في البرلمان، من يصلح للحكم فقط الفساد واللي جماعتهم هم اللي اشكي بيهم انت، اشكي بيهم. الهام هامة، الهام هامة، اشكي بيهم، اشكي بيهم. ما دام ياكلوا في الهام هامة امورك ستزيد. احترم الناس، عيب عليك تقول الكلام هذا. عيب 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 ختام هام هامة. دونك لا يصلح للحكم. ما دام كراكة تحب يطبق القانون ما يصلحش الحكم. بيسير تونس هكاك ولا العكس الدنيا. نتكلموا سي محمد مسيل. تفضل خويا. شكرا. انا راوى انه سمير الورقة نتاع سحب الثقة من راشد الغنوسي، اللائحة مالي إلا وسيلة ضغط على حركة النهضة حتى تمضي قدما نحو سحب ثقة من حكومة هشام المشيشي، لأنه لم تكن مطروحة بالنسبة لحركة الكتلة الديمقراطية أو التيار الديمقراطي مسألة سحب ثقة، إلا عندما استعصى وعندما رفض هشام المشيشي الانصياع وراء دعوات البعض للاستقالة أو وإقالته. فهمت؟ ولت الكتلة الديمقراطية من وجهة أنظارها من ساحة القصبة إلى باردو كوسيلة ضغط. نساو هما وقت اللي يقولوا حركة خاصة التيار الديمقراطي كي كانوا في حكومة الفخفاخ يقولوا حكومة قوية وعادلة. الحكومة القوية والعادلة أيضا يلزمها تكون وزاراتها قوية وعادلة، وخاصة وزارات السيادة. يعني ما كانش عندهم حتى تحفظ على أي عضو في الحكومة هذيك. نذكرك سي محمد أنه هشام المشيشي كان وزير
الداخلية. الداخلية نتاع حكومة الحكومة القوية والعادلة. كان يشكر فيه سي محمد عبد. وكنت تشكروا فيه. وقال الإنسان نظيف. شنو المشكلة؟ خليني عاد توا خليني سي محمد. خليك كمل. المشكلة هو خطابكم. المشكلة هو أنت سي محمد. المشكلة هو الديكتاتورية اللي قاعدين نتأسوا فيها. هاو المشكلة هاو المشكلة شنو؟ هاوش نقول لك أنا شنو مشكلتكم أنتوما. الإشكال سي سمير وأنه قبيلة قال كلمة باهية وصحيحة سي محمد. قال فصلوا الدستور كما يحبوا وعلى قياسهم إلى آخره. تعرف الدستور لولا الدستور والقانون الانتخابي هذايا ما كنتوش تكونوا موجودين في الانتخابات في 2019. علاش؟ لو كانت العتبة أعلى خاطر أنتم أغلبية النواب طلعوا بفواضل وبقايا الأصوات. لو كانت العتبة 5% كان عندك 20 نائب. باهي واضح. خلينا في الانتخابات القادمة ماهيش مهمة. لو كانت العتبة 5% الانتخابات الجاية هو يحبوا يرجعوا للسلطة يعني يعملوا في كل شيء من أجل إعادة التموقع لأكثر لا حد شيء. هذه كله ضغط من أجل إعادة التموقع حتى يتسنى لها معناتها بس ولا لا صحيحة. به سي أسامة باش نواصلوا الحوار مع سي محمد عمار بعد الفاصل الإشهاري.